السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم حل مشكلة واجهت الكثير والكثير والكثير من المستخدمين مستخدمي هواتف أبل بطبيعة الحال، سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود، حيث عند محاولة بعض المستخدمين لإنشاء حساب أبل في الأب ستور والوصول إلى الصفحة النهائية والخطوات النهائية من كتابة أسئلة الأمان، كذلك الاسم والمنطقة وغير ذلك من الإعدادات، ومحاولة المرور إلى التأكيد الحساب واستعماله واستخدامه وإتمام إنشاء الحساب والضغط على دان طبعا في الصفحة الرئيسية أو الصفحة النهائية أثناء محاولة إنشاء حساب أتكلم. تظهر لهم رسالة تخبرهم بأن يقوموا بالاتصال بالآيتونز. هذه الرسالة تكون باللون الأحمر ومرفق بها رابط، هذا هو الرابط الذي يظهر الآن أمامك في الحاسوب، هنا مرفق في الرسالة التي تظهر لديك والتي تظهر الآن أيضا في الفيديو. هذه المشكلة واجهتني من أيام iOS 8 وكنت أتغلب عليها في كل مرة وأقوم بحلها بكل سهولة ولم أتعرض يعني إلى أي مشكلة وأقوم بإنشاء الحساب بدون أي مشاكل. فالمشكلة، وقبل المرور إلى الحل سأطرح عليكم بعض المشاكل وبعض الأسباب التي تتسبب في ظهور هذه الرسالة. في البداية تأتي من مخالفة القوانين والشروط، يعني محاولات عديدة وفي كل مرة تخالف القوانين تظهر لك. أيضا في حال قمت بإنشاء حسابات عديدة في فترة زمنية قصيرة، يعني تقوم بإنشاء حساب وتقوم بتسجيل الخروج وإنشاء حساب جديد، كذلك في حال قمت بالتحايل على الأب ستور بإدخال ماستر كارد وهمية أو ماستر كارد مزيفة للشراء مجانا مثل الحلقة أو الطريقة التي شرحتها في الحلقة 180، هذه بعض الأسباب يعني والكثير من الأسباب التي تتسبب في هذه المشكلة. إذن هذه المشكلة تحتاج إلى بعض الوقت، عندما أقول بعض الوقت يعني على حسب استعمالك. ففي حال قمت ب يعني عندما تظهر لك هذه الرسالة لم تستسلم وظللت تحاول وتحاول وتحاول، في هذه الحالة ستحتاج إلى مدة يوم أو يومان. في حال ظهرت لك وقمت بمغادرة الأب ستور وقلت عندي مشكلة ولم تكترث لها، وعندما عودتك في أي وقت آخر ستتمكن من حل هذه المشكلة. ولكن إذا كانت تظهر لك باستمرار وتترك حتى الهاتف 3 أيام وتعود إليه ولا تحل هذه المشكلة، فوجب عليك يعني القيام بهذه الخطوات كالتالي. الخطوة الأولى هي ترك الهاتف وعدم الاكتراث له. فعندما كانت تواجهني هذه المشكلة أقوم بإنشاء حساب أبل من الحاسوب وأترك الهاتف في مكانه. عندما عدت إليه بعد حوالي 3 أيام وجدت أن المشكلة لم تعد موجودة بدون عمل أي شيء. في فترة أخرى عندما قمت بالتحايل على متجر أبل وإدخال ماستر كارد وهمية ظهرت لي الرسالة وظلت طويلا. في هذه الحالة قمت بالدخول إلى الرابط المرفق في الرسالة كما سأفعل الآن. هنا قمت بالدخول إلى هذا الرابط ونزلت إلى الأسفل وقمت باختيار الدولة التي يوجد بها حسابي في الأب ستور. قمت باختيار يونايتد ستيتس. هنا طبعا سأشاركك تجربة شخصية في حل لهذه المشكلة، لأنه لا يوجد يعني حل نهائي وحل رسمي لهذه المشكلة ويظل فقط على حسب إبداعك. وفي هذه الحالة سأشاركك تجربة شخصية فربما تنفعك أنت أيضا وربما تستطيع حل هذه المشكلة من خلال هذه الخطوات. على العموم عندما قمت بالدخول إلى الموقع قمت بالدخول إلى ويلكم، قمت بالدخول إلى قسم Get to know iTunes، قمت بالدخول إلى قسم الأكاونت، العديد من الأقسام، يعني قمت بجولة وتجولت في هذا الرابط المرفق في الرسالة، يعني فعلت ما طلبه مني، قال لي ادخل إلى هذا الرابط، دخلت إليه بدون أي مشكلة. هكذا لاحظ معي قمت بجولة فيه حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة ودخلت تقريبا إلى كل الأقسام، دخلت إلى السيستم سيتيوز، دخلت يعني إلى أغلب الأقسام الموجودة في هذا الرابط. وبعد ذلك يعني لم أعد إلى الأب ستور مباشرة لإنشاء حساب، لا قمت يعني بالدخول للرابط وتركت الموقع وكل هذا. أريد أن أنوه على أن الدخول إلى الموقع يجب أن يكون في حاسوب موجود معك في نفس الشبكة ومتصل معك في نفس الشبكة، سواء حاسوبك أو الهاتف نفسه الذي قمت بإنشاء حساب من خلاله. هذه هي الخطوة الأولى، هي بترك الهاتف بعض الوقت يعني يوم يومان والدخول إلى هذا الرابط. الخطوة الثانية هي بالانتقال إلى متجر الأب ستور دون إنشاء حساب، يعني تدخل إليه بعد ذلك تذهب إلى أقصى اليسار حيث توجد النجمة
وتقوم بالضغط عليه 10 مرات متتالية ليقوم بعمل ريستار للأب ستور، يعني يقوم بعمل شبيه بالريفرش ولكن اللي نطلق عليه مصطلح ريستار. فتقوم بالضغط عليه 10 مرات متتالية، بعد ذلك تخرج منه، تقوم بالضغط مرتين على زر الهوم، إغلاق الأب ستور، إغلاق الهاتف بعد ذلك، وإعادة فتحه ومحاولة إنشاء حساب أبل بعد ذلك. الطريقة الثالثة هي بإغلاق الأب ستور من الهاتف، وإغلاق الهاتف وإعادة فتحه مرة أخرى، والدخول إلى الموقع من خلال الحاسوب، وأترك الموقع مفتوحا من الحاسوب وأدخل إلى الأب ستور من خلال الهاتف. يعني تقوم بالدخول إلى الموقع من خلال الحاسوب والموقع مفتوح ولا يوجد أي شيء في الهاتف، تدخل إلى الأب ستور وتحاول إنشاء حساب أبل. وهذه الطريقة يعني الأخيرة اليوم جربتها لأنها كانت لدي المشكلة، واليوم جربتها ويعني استطعت إنشاء حساب بدون أي مشاكل. فهذه هي 3 خطوات و3 أسباب أردت أن أطرحها عليك، فربما تساعدك في حل هذه المشكلة. كما قلت لكم لا يوجد حل نهائي، لا يوجد حل رسمي، لا يوجد يعني طريقة نهائية تستطيع من خلالها حل هذه المشكلة، ولكن تستطيع التحايل بإبداعك ببعض يعني الخطوات التي تخترعها، ببعض التحايل يعني على متجر الأبل بالدخول إلى الرابط وإغلاق الهاتف وعمل ريستارت وغير ذلك من القبيل. في الحالات المستعصية التي في حال جربت كل هذه الخطوات وتركت الهاتف مدة كبيرة من الوقت ولم تنجح معك، فيلزم عليك عمل ريستور. لا تخف من عملية الريستور والمصطلح ريستور على أنه سوفتوير وسيمتح وسيمتسح كل شيء في هاتفك، لا 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 أبدا. قم بتنزيل الآيتونز، أخذ نسخة احتياطية، وبعد عمل الريستور واستعادة نسخة الاحتياطية سيرجع هاتفك مثل ما كان بالضبط بالضبط، يعني حتى الإعدادات وكل شيء لن تفقده، يعني مثل الهاتف يعني يظل نفسه، لا تخف من ريستور أبدا. أتمنى تكون هذه الحلقة وهذه الخطوات وهذه الطريقة قد نالت إعجابكم. رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة شاركها مع أصدقائك يعني الذين تواجههم هذه المشكلة مستعملي هواتف أبل. كذلك لا تبخل علي بالنقل على زر لايك، وكذلك سبسكرايب، زر سبسكرايب ظهر الآن أسفل في فيديو هنا 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 هنا, هنا. قم بالنقل عليه للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية على مدونة العالم الافتراضي. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك ومتابعتي على تويتر وكذلك زيارة المدونة. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.